السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكم جميعا، وتحية خاصة للدكتور مازن دوماني لاستضافته لي في هذه المجموعة. أتمنى فقط لو الصورة واضحة وكل شيء واضح، إن حد بس يبعث لي thumb up أو أي حاجة علشان أتأكد إن الصورة ماشية كويس. طيب، أوكي، أتمنى إن الصورة تكون كويسة. تمام، فحد لو ممكن يبعت لي أي thumb up أو أي حاجة إن الصورة ماشية كويس. تمام، نبدأ إن شاء الله. المحاضرة اليوم عن الـ Art of Dental Shade Selection، أو فن اختيار اللون في طب الأسنان. المحاضرة هتكون باللغة العربية هذه المرة. في البداية أحب بس أتكلم لماذا اخترت المحاضرة هذه بالذات، ولماذا باللغة العربية. المحاضرة أصلاً موجودة، عملتها سابقاً في نفس المجموعة باللغة الإنجليزية، وموجودة على اليوتيوب. اللي يحب يشوفها كاملة باللغة الإنجليزية هي حصلها موجودة، لكن بناء على بعض طلبات الزملاء الأعزاء والأطباء الأعزاء، فطلبوا أن المحاضرة تعاد باللغة العربية حتى تكون أسهل في الوصول والفهم. المحاضرة هذه محاضرة غير تجارية أبدا، ولا يوجد فيها أي إعلان عن منتج أو أي شركة أو أي هدف مادي أو أي شيء. هي فقط محاضرة معمولة فقط للعلم ولتوصيل المعلومة إلى أكبر قدر من الناس، وخاصة الطلبة. وهذه المحاضرة إن شاء الله تكون خالصة لوجه الله تعالى، ويكون فيها فائدة للجميع. اللغة العربية هحاول أن أنا أستخدم مزيج من اللغة العربية الفصحى واللهجة المصرية إن غلبت علي، وأعتذر منكم عن هذا. وإن شاء الله تكون يعني سهلة في الوصول، وإذا كان أي شيء غير واضح يمكن أن تبعثوا لي على الشاشة أشوف وأحاول أعدل فيها إن شاء الله بإذن الله. شيء آخر، أن المحاضرة أحاول بقدر الإمكان أن أنا أخذها من مستوى مبتدئ إلى مستوى أعلى قليلا بالتدريج، حتى تكون مناسبة لكل الموجودين إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله. فنبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي محمد الجمال، طبيب أسنان من مصر، وحاصل على درجة الماجستير في طب الأسنان التجميلي من إيطاليا، وخاصة رسالة الماجستير في أنواع الابتسامة وتجميلها وتغيير الابتسامة. الـ Art of Dental Shade Selection، أو فن اختيار اللون. المحاضرة هنتكلم فيها عن بعض النقاط المهمة جدا، وهي Introduction to Color، مبادئ نتكلم فيها عن اللون. الـ Importance of Dental Shade Selection، أهمية اختيار اللون. وهنتكلم فيها عن طبيعة اللون، Nature of Color أو Nature of Color. وهنتكلم فيها عن الـ History of Dental Shade Selection، كيف كانت البداية وكيف كان التاريخ، ولماذا بالذات الـ Color. هنتكلم فيها عن الـ Tooth Structure، الـ تركيب السن، وعن تحليل البارامترز أو الأشياء الخاصة باللون، ونعمل correlation يعني ربط بين هذه الأشياء. وهنتكلم عن الخطوات عملية واضحة وسهلة وصريحة لاختيار اللون علشان ما نلخبط أنفسنا ونلخبطكم معنا. وهنتكلم في بعض المناطق عن بعض التيبس أو بعض الأسرار اللي تسرع عملية اختيار اللون بشكل أسهل. طب لماذا الأول محاضرة، أو لماذا الأول بنتكلم عن اختيار اللون؟
لماذا محاضرة كاملة عن اختيار اللون؟ في الواقع هذا الموضوع مظلوم جدا جدا في طب الأسنان. دائما عندما يقدم بشكل جزئي، يا إما أن يكون تشابتر أو فصل بسيط في كتاب كامل عن التركيبات أو عن الحشو أو عن الابتسامة أو غيره، ودائما ما يشار إليه على أنه شيء بسيط، تلاقي نص صفحة، صفحة، خمس صفحات بيتكلموا فقط عن اختيار اللون وكأنه شيء مفروغ منه. في الحقيقة هو العلم ده علم صعب جدا وليس سهل، وأنا دائما بشبهه والمحاضرين دائما بيشبهوه بتشابتر الأكلوجن أو الإطباق، لأن التشابتر دوت بتاع الأكلوجن بنقضي فيه خمس سنوات في التشابتر دوت، وبعد ما نخلصه يدوبك نحس إن إحنا فهمنا منه يعني ما نعمل به قليلا. فنفس الكلام الشيت سيليكشن ما هواش حاجة هنبص على السنة نختار اللون كما يعتقد البعض، بص عليها A2 A3 A4. طبعا ده شيء يعني تسطيح شوية إلى هذا العلم، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى هنحاول إن احنا نغطي الموضوع بشكل كامل إن شاء الله في هذه المحاضرة. الصورة اللي أمامكم دي صورة لدكتور روبرت ألن، نعطيه طبعا الكورتسي والتحية لي. الصورة دي تقريبا فيها كل طب الأسنان. ممكن إذا بصيت على هذه الصورة تجد في هذه الصورة هنا هم مثلا الحشو اللي هو الجولد ريستوريشنز موجودة، كانوا بيستخدموها في كلاس 5، يعني بمعنى أصح كانت هذه نموذج للاستاتيك ريستوريشنز أو الحشوات التجميلية. في حشوات أخرى زي الأمالغم، زي ما كنتوا شايفين كانوا بيستخدموا الأمالغم في كلاس 5، كانوا بيستخدموا الكومبوزيت وكانوا بيستخدموا الجلاس أيونومر. كل هذا كان يستخدم في الأسنان الأمامية على أنه شكل من أشكال التجميل. يبقى في البداية بدأ الأول بموضوع الجولد وبعدين موضوع الأمالغم، وفي كل مرحلة كان المريض يتقبل هذه المرحلة لأن هذا غير إيه؟ غير موجود إلا هو يعني. ثم عندما انتقلت إلى التوث كولر ريستوريشنز أو الحشوات التجميلية ابتداء من السيليكيت سيمنت والجلاس السيليكيت ريستوريشنز والجلاس أيونومر والكومبوزيت ريزن، بدأ المريض يتقبل أكثر الحشوات هذه، ولكن وصلنا إلى مرحلة الآن إن ليس هناك تقبل فقط للحشوة على أن هي حشوة بيضاء ولا حشوة سوداء. أصبح الآن التقبل على أي درجة من اللون، على أي مطابقة إلى 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 حد كبير إلى الأسنان الطبيعية، فالمريض أصبح عنده وعي وأصبح لا مش مهم فقط تعمل له حشوة كومبوزيت أو حشوة whatever، لا هو الوقت يختار درجة اللون معك ويشاركك أيضا في اختيار اللون، ويمكن يعترض على كلاس 4 اللي انت عملتها له أو كلاس 3 اللي انت عملتها له أو كلاس 5. فأصبح دلوقتي الموضوع competitive، موضوع تنافسي. وأنا بقول دايما إن الحشوة التجميلية تعتبرها تجميلية إذا لم يستطع طبيب الأسنان نفسه معرفتها بعدين، يعني إذا خلصت الحشوة وبعدين بعد ما خلصت الحشو ذهبت مثلا لتحضر شيء ورجعت تأخذ وقت حتى تستطيع أن تتبين الحشو أو التجميل اللي عملته. في هذه الحالة يمكن أن تكون راضي عن نفسك إلى حد ما في أنواع الحشو والتجميل. أكبر المشاكل اللي تواجهنا كأطباء أسنان في موضوع اختيار اللون هو موضوع الحشوات المباشرة أو الدايركت ريستوريشنز، مثل مثلا كلاس 3 واحدة من الحشوات اللي تبدو ان هي سهلة، لكن في الواقع هي تحتاج الى حد كبير الى يعني مهارة في اختيار اللون. سمول كلاس 4 دي يعتقد الناس ان هي بسيطة، وغالبا دايما بيعوضوها دايما ببادي كومبوزيت، نوع واحد من الكومبوزيت، معتقدين ان الموضوع كده انتهى بهذا الشكل، وطبعا ده خطأ كبير لان هذه المنطقة يعني كريتيكال جدا جدا في اختيار اللون. الميديان كلاس 4، حشوات زي حشوات الكلاس 4 ديت، الحشوات بهذه الطريقة أيضا تحتاج إلى ليرينج تكنيك وإلى شكل تجميلي ومجموعة من الألوان. لارج كلاس 4، وطبعا لارج كلاس 4 في هذه الحالة إذا ما كانش واصل إلى العصب عادي جدا أنك أنت ممكن تكمل الحشو كله كامل بكمبوزيت. مشكلتنا الحقيقية أن إحنا لازلنا نعتمد في التراست، في الثقة في الكمبوزيت على آخر أيامنا زمان، أيام الكومبوزيت الزيتا 250 والواتيفر.
التقدم الآن في الحشوات التجميلية في من ناحية القوة الميكانيكية ومن ناحية البوليشابيلتي وهذه الأشياء جعلت موضوع الحشوات التجميلية أقوى وأصلب. يعني لما توصل لمرحلة bonding strength من 35 إلى 65 أو 60 ميجا باسكال في هذه الحالة فأنت لا تحتاج إلى شيء آخر، مش محتاج تاني. احنا لازلنا نتعامل معاه ان حشوه زي كده لا، اعمل ريدكشن واعمل 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 كراون. اخر حاجه ذا لاست ثينج يو وانت تو دو في هذه الحاله انك تعمل ريدكشن. انت مش عايز تضعف اللي فاضل من السن هذا بشويه ريدكشن 2 ملي وبعدين تعمل كراون، انت بتضعف السن. فهذه الحاله مباشره ممكن تحط دايركت كومبوزيت ريستوريشن. هو تكنيك سنسيتيف، الخطا بيكون غالبا خطا دكتور مش خطا ريستوريشن. اذا اتعامل كويس وبالشكل الصحيح ثق تماما في الكومبوزيت وما تخافش منه ابدا. في هذه المرحله هنهوت عايز اتكلم كلمه بسيطه جدا، قاعده هنحطها في الاول. اذا مشينا على هذه القاعده في الاول نستطيع ان احنا نمشي بكل شيء وبكل طريقه على موضوع اختيار اللون. القاعده كالتالي: مالتي كروماتيك ريزلتس ار اتشيفد by multi-chromatic layering and good anatomy. بمعنى أصح، إذا كنت عايز السن يكون في تلون، يكون في تنوع في اللون، يكون في شكل طبيعي جدا، ده يحتاج منك إلى تلون وإلى تنوع أيضا في استخدام الحشوات. غير طبيعي أبدا أنك تكون طالب results، طالب نتائج، تكون النتائج هذه يعني مختلفة وجميلة وتستعمل نوع واحد فقط من الحشو وبعد كده تنتظر إيه؟ تنتظر أي شيء. يعني لابد انك انت اذا اردت شيء انك ايه تمشي بنفس المنهجيه اللي تختار فيها اللون. هذا مثال مثلا، اذا بصينا لاي كروس سكشن في سنه بهذا الشكل هنلاقي ان السنه عباره عن مالتي كروماتيك لايرنج. السنه ما هياش لون واحد فقط، السنه مجموعه من الالوان طبيعتها هي من الانامل ومن الدنتين ودرجات الدنتين هذا. فطبيعي جدا انك لما تيجي تعوض الجزء المفقود من السنه تعوضه بنفس الطريقه. ليس لوجيك ابدا انك تجيب حشو واحد A3 ولا A2 وتحطه في السن وتقول خلاص انا كده ايه انا كده عملت الحشو التجميل. اذا بصيت كمان الى السن بشكل عمودي من اول السيرفايكال اريا لغايه الانسايزال اريا وبصيت هتلاقي ان حتى الكروما بتقل من السيرفايكال الانسايزال. يعني حتى السن من الداخل نفسه مختلف. اذا بصيت هتلاقي ان الهاير كروما موجوده دايما عند السيرفايكال اريا لان هذه اكثر منطقه فيها اقل انامل، يعني اقل انامل في هذه المنطقه. ثم بعد ذلك المنطقه الوسطى او الميدل ثيرد، وبعد كده هو الانسايزر ثيرد هتلاقي فيه اللور كروما وهتلاقي فيه اللور كروما. وفي هذه الحاله لازم تعرف ان التدرج هذا زي ما هو موجود في السن لازم انت ايضا تعوضه بالحشو. تمام، هنعطي مثال بسيط جدا. اذا واحد كان شاف الصوره هذه والصورة الموجودة هذه موجودة بنفس الألوان وأعطيت صديق ليك أو صديقة وقلت لها تفضلي أو تفضل قلم أبيض وقلم أزرق وارسم لي هذه الصورة، هو هيرسم شيء بنفس هذا الشكل فقط، مشابه لي، شبيه لي، قريب منه، لكن ما فيهوش نفس المالتي كروماتيك ريزلتس الموجودة هنا. ليه؟ لأنك أعطيته فقط معطيات بسيطة، قلم أزرق وقلم أبيض وطلبت منه أن هو يرسمها. ده نفس الكلام بالضبط لما تعطي واحد بادي كومبوزيت وتقول له عوض لي السنه الموجوده هذه. يبقى نيجي نتكلم واي انامل اندنتين، ليش هنستخدم انامل اندنتين؟ يبقى في كل حالات التجميل اللي هنستخدمها سواء كان دايركت او سواء كان اندايركت واحنا نتناقش مع المعمل لازم تكون الحالات فيها انامل ودنتين. لماذا؟ ليش؟ عايزك تتخيل دائما السن على انه كوب زجاجي من الانامل وموجود بداخله دنتين. هذا هو بالضبط السن. السن ما هواش دنتين فقط، ما هواش بادي فقط، السن هو عبارة عن من الخارج الإنامل ومن الداخل الدنتين. لما تعوضوا تعوضوا بنفس الطريقة. وأنا دايما بلاقي دايما الأسئلة دي من أطباء كتير: دكتور طب نحط هنا إيه؟ نحط هنا إنامل ولا دنتين؟ الجزء الميسنج ده نحط فيه إنامل ولا دنتين؟ الإجابة بسيطة جدا، الجزء الميسنج ده من السن هو نفسه إنامل ولا دنتين؟ يعني الحتة المفقودة اللي أنت شايفها من السن من كلاس 5 دي إنامل ولا دنتين؟ دي إنامل، يبقى حط إنامل. الجزء المفقود ده دنتين يبقى تحط دنتين. ده شويه من الانامل وشويه من الدنتين يبقى تحط شويه من الانامل وشويه من الدنتين. فانت بتعوض نفس الجزء المفقود من السن. اذا كان السن كل ما قل الانامل في السن وكل ما زاد الدنتين كل ما كان بهذه الصوره زي E4، كل ما زاد الانامل وقل الدنتين كل ما كان بهذه الصوره اللي هي الكلير. يبقى انامل فقط من غير دنتين او دنتين قليل
يكون زي هذه الصورة وزي E1. زودنا أكثر دنتين هيبقى السنة تتحول لسنة أوبيك زي الـ A3 والـ A4 هنا كده بهذا المنظر. طبعا الـ A3 تسمية فقط يعني ما لكمش دعوة بالـ 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 بالأحرف ديت. فكل ما زادت الدنتين كل ما زادت الأوباسيتي بتاعت الـ A بتاعت السن، وكل ما قل الدنتين وزاد الإنامل كل ما زادت الترانسليوسنسي بتاعت السن. فده اللي احنا المفروض ايه نعوضه. تمام. What is color؟ الأول الكالر دي عبارة عن complex phenomena، هي عبارة عن phenomena معقدة وليست سهلة، مجموعة factors، مجموعة results جاية من التفاعل ما بين الإنامل وما بين الدنتين واللايت. يبقى إنامل زائد دنتين زائد لايت يعطينا الكالر. الإنامل دايما عنده shorter waves والدنتين دايما عنده longer waves. هذه أشياء technical مش مهمة قوي حاليا. خلينا نتكلم على ظاهرة وهي ظاهرة الكالر بلايندنس. قبل ما تروح ابدا لاختيار اللون لازم تتاكد الاول انك انت ما عندكش كالر بلايندنس. الكالر بلايندنس ديت واحد هيقول لك انا ما عنديش كالر بلايندنس. الكالر بلايندنس دوت اولا ايه هو الكالر بلايندنس تعريفه الاول ايه؟ واحد يقول لك لا انا بشوف الالوان، انا الكالر بلايندنس انا فاكر ان انا اشوف ابيض واسود. ابدا، الكالر بلايندنس انت بتشوف الالوان لكن ما بتقدرش تحدد الكروما، ما بتقدرش تحدد درجه اللون. الاحمر عندك كل واحد والاصفر عندك كل واحد، اختلاف درجات اللون مش موجوده. ده موجود بشكل كبير جدا عند مجموعه دول وموجود بشكل اقل في دول اخرى. بشكل عام هو موجود بشكل 8% 8% من الميل بوبوليشن من الرجال ونص في المية فقط من الفيميلز. فمجموعه الكروما هذه اللي بتختلف بيختلف معها درجه الكالر بلايندنس، لكن قليل جدا من الناس اللي ما بيقدروش يشوفوا اللون خالص. هذا قليل جدا، يمكن يكاد يكون 0.000 something يعني، لكن معظمهم بيشوفوا اللون لكن ما يقدروش يحددوا ايه درجه الكروما. وفي هذه الحاله بيسموها ايه؟ بيسموها كالر بلايندنس او بيسموها مونوكروماتيزم. مونوكروماتيزم يعني احادي الكروما او شايف فقط الكروما بشكل معين فقط. تست بسيط جدا جدا، مش محتاج انك تروح لدكتور وتدفع $200 ولا معرفش كام حسب الدولة انك تحدد الكالر بلايندنس. بس من الانترنت داونلود حاجة اسمها الكالر فيجن تيست بليت وشوف if you can see number اللي في الوسط موجود في الوسط يبقى ان شاء الله ما عندكش كالر بلايندنس. You should be able to see the number in the middle. طبعا النمبر ده انتو شايفينه كان هوت. انا برضو المحاضرة اللي فات سألت نفس السؤال، لو حد شايفه يقول لي الرقم الموجود ده هو جوه ايه. هتلاقي الرقم الموجود دوت 57. ده مثال، اللي مش شايفه بقى ربنا في عونه بقى، معرفش هيكمل المحاضرة دي ولا لا، إن شاء الله خير بإذن الله. الرقم زي ده كده مثلا، ده رقم إيه؟ ده رقم 12 موجود جوه. في هذه الحالة تتأكد أنك أنت ماشي على خطة تمام وأنك أنت أمورك تمام وتكمل بقية المحاضرة بثقة إن شاء الله بإذن الله. نيجي نتكلم شوية عن الهيستوري، تاريخ اللون. طبعا ليش بنتكلم على تاريخ اللون؟ لأن اللون هذا حاجة غريبة جدا في طب الأسنان غير كل العلوم اللي في طب الأسنان. اللون تم اكتشاف أسراره مؤخرا فقط، يعني مش زي علوم الإمبلانتس مثلا اللي فيها من زمان علوم قوية ودرجت بتدريج. لا، اللون فضل ميستري، فضل غامض لفترة طويلة جدا، وبدأ فقط في فترة مؤخرة يكتشف الأطباء أسراره، وهنتكلم عن الكلام ده بعدين. في 1931 كلارك قال We are not yet qualified to solve the problem of color. إحنا لسه مش qualified، ما عندناش المؤهلات، إحنا مش مؤهلين إن إحنا نحل مشكلة اللون. 1979 لوماير قال The selection and determination of color has remained stuck in the last century. لغاية دلوقتي في القرن الماضي الموضوع أصبح stuck، أصبح مش يعني مش عارفين إن إحنا نوصل فيه لحل في موضوع اللون. بعد كده هو جيب بريستون وهو طمن الدنتست، قال لهم اطمنوا The color selection can be determined using a shade guide. فرحوا جدا الناس، ما شاء الله الشيد جايد موجود، خلاص المشكله اتحلت. طبعا اول ما حط الشيد جايد بدات الشركات تتعامل مع هذا الموضوع وتنزل كتير جدا جدا من الشيد جايد، وكان طبعا من افضلهم واشهرهم اللي هو الفيتا سيستم. وطبعا الموضوع كلها البروسيس كلها كانت relying on selection of color، لكن طبعا الريزلتس كانت فرستريتنج، محبطه جدا جدا، لان الشيد كولر مش معمول بنفس الثيكنس بتاع الانامل وبتاع الدنتين، لان الشيد كولر معمول معظمه مونوكروماتيك، لان الشيد كولر ما فيهوش اندرستاندينج لطبيعه السن اللي انت شايفها قدامك امامك.
فانك تستخدم فقط الشي تاب عشان تحدد الكلر ده شيء مختلف تماما. يعني اذا انت عملت كاستمايزد شي تاب زي ما بيعملوه الشركات ممكن اقول لك ها يعني الى درجه قليله ممكن تستعمله، لكن الشيد الجاهز شيد جايد الجاهز من فيتا او غيره او غيره من السيستم او كده طبعا شيء كان فرستريتنج محبط للغايه ونوت ساتسفاكتوري غير مرضي للناس. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ فكر العلماء قالوا لا، اذا انت محتاج تفهم اللون، لو انت واحد عايز تكون كاتب لازم تفهم اقسام الجمله، اقسام البانكتويشن التنقيط الكلام هذا، نفس الكلام اذا عايز تفهم الكلر لازم تفهم اقسام الكلر، ما ينفعش انك تاخذ الكلر بشكل عام. You have to analyze the color. لازم تحلل اللون. بدأ ميلر أول واحد بدأ يعني يضيف شيء لطب الأسنان في الموضوع هذا وبدأ يتكلم لا تعال نحلل الكلر، لأن الكلر بيتكون من حاجة اسمها الهيو وحاجة اسمها الهروما الكروما عفوا. الهيو اللي هو اللون نفسه والكروما اللي هي درجة تشبع هذا اللون، يعني بمعنى أصح زي A2 زي B3 وزي C4 غيرها. ما كانوش في هذه اللحظات معتبرين الفاليو اللي هي درجة اللايتنس اللي هي درجة الإضاءة في السنة أو درجة البياض أو السواد في السنة، ما كانوش معتبرينها شيء كبير، مع أنها طلعت بعد هذه المرحلة من أهم الأشياء في اختيار اللون. فطبعا لو أنت استخدمت 2 أو 3 color dimensions زي الهيو والكروما بس مش كفاية أبدا. مثال بسيط جدا لإثبات هذا الموضوع، شوفوا السن ده مثلا بهذا اللحظة اللي هو الـ5. السن ده معمول الشيد بتاعه A3، يعني بمعنى أصح معمول من هيو وكروما بس A3، وهو نفس تقريبا الكالر بتاع السن اللي جنبه اللي هو الـ4 برضو A3. طب ما إيه المشكلة؟ لما تشوف السن هذا تلاقيه شكله مش حلو أبدا وشكله مش مزبوط، ليه؟ مع أن احنا استخدمنا نفس الهيو ونفس الكروما، أما وين المشكلة؟ المشكلة أن السن ده فيه حاجات تانية، واضح ان في اشياء تانية غير مفهومه، اناتومي مثلا، رسم مثلا، درجات حاجه تانية، في شيء تاني مش مفهوم. او بص مثلا للسن لهذه التركيبه اللي في الناحيه اليمين، هتلاقي الشيد هنا A3.5 تقريبا البيسك شيد، وهنا هو A3، يعني نص درجه فقط في الكروما، ومع ذلك شكله كانه حاجه ارتفيشال، كانها حاجه صناعيه جدا، كانها مثل ما بنقول كده جدار من الحيط الابيض، ملوش اي معالم ولا له اي طعم ولا له اي لون. ما لوين المشكلة؟ يبقى أكيد في شيء مختلف. لو كان الموضوع موضوع لون فقط كان ليش ظهر هذا مختلف؟ أكيد في أشياء تانية غير مفهومة. قالوا خلاص طالما إحنا مش فاهمين هذا الموضوع تعالوا نخترع حاجة علشان خاطر تفهمنا القصة هذه ونقدر نفهم اللون. وبدأوا يخترعوا حاجة اسمها السبيكترو فوتومترز أو الأجهزة اللي بتحدد اللون. وطبعا ده كان شيء خطير جدا 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 لأنه غير متفق مع العقل. كيف أنا ما كنتش فاهم التحليل بتاع اللون وروح مخترع جهاز عشان خاطر يحللي اللون؟ الأول إن أنا أكون حللت وفهمت وعملت كل شيء في اللون وبعدين أخترع الجهاز، مش إن أنا أعوض النقص ده بجهاز هيعمله لي. فاخترعوا السبيكترو فوتومترز، أجهزة زي هذه الأجهزة الموجودة تحطها على السن وتديك درجة اللون. شو اللي حصل؟ الريزولتس وير مور فرستريتنج، النتائج كانت محبطة أكثر وأكثر. ليش؟ لان هذا الجهاز ما بيفرقش انت بتستخدم سيراميك ولا بتستخدم كومبوزيت ولا بتستخدم ايه ولا السنه فيها ايه ولا نوعها ايه ولا الثيكنس بتاع الانامل ولا الثيكنس بتاع الدنتين ولا اي حاجه خالص. هو بيحاول بقدر امكانه هذا الجهاز يديك البيسك كولر فقط، اللون الاساسي فقط. فهيجي لك هذا الجهاز يعمل لك خريطه زي كده هوت، مدي لك فيها هنا B2 هنا A2 هنا مش عارف ايه، وتحط نفس الاشياء هذه في الالوان وتلاقي السن كانها سنه مختلفه خالص. غير كده كمان ان هذا الجهاز يعني بيعطي ايرورز كتيره جدا، بيعطيك ايرورز يعني يختلف من قراءه لقراءه ومن مكان لمكان. كان عندي دكتور زميل في ابو ظبي كان عنده هذا الجهاز، راح اشتراه ب 13000 ريال ساعتها، وكانت سالته عليه كيف الجهاز معاك، قال لي هذا الجهاز ممتاز جدا في اختيار اللون كل شيء ما عدا الاسنان، يعني ممكن تختار بيه لون البلوفر لون الجاكيت لكن في الاسنان مش 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 نافع. في ناس لسه مؤيدين هذا الكلام وعارفينه، لكن هتعرفوا بعد كده ان اختيار اللون ملوش دعوه باجهزه، ملوش دعوه بحاجه، اختيار اللون خطوات ثابته جدا سهله، مش محتاج فن كبير ابدا مثل ما هو ايه معروف. There must be a shift، طالما ما منفعش يبقى لازم في تغيير.
ما ينفعش ان احنا نحط نرسم ورقه ونبعتها للمعمل ونقول له الله يخليك حط لي هنا A2 وحط لي هنا A3 وحط لي هنا مش عارف ايه. لا هو شايف اللي انت شايفه ولا هو عارف اللي انت اللي انت فيه. ما ينفعش، لازم يكون في شيفت. شو اللي حصل الشيفت هذا؟ Finally the secret was revealed. السر اخيرا اتعرف. امتى السر اتعرف؟ تخيلوا متى؟ في 2001 باي دكتور لورينزو فانيني في عام 2001 في الارتيكل اللي كان عامله اسمه الفايف كولر دايمنشنز. هذا الارتيكل كان بدايه تحول لفهم البارامترز بتاعه الكولر، واللي بدا من ساعتها يتحسن العلم هذا. تمام، فهنيجي نتكلم الكولر دايمنشنز اللي حطها، اللي هي حاجه اسمها الهيو اللي هي اللون نفسه، درجه اللون نفسها، والكروما اللي هو تشبع اللون، وكل شيء ده هذا هشرحه. طبعا يعني don't panic، ما تخافوش، واحده واحده هتكلم. الفاليو اللي هي درجه البياض او السواد في السن. الانتنسيفز او انامل وايتس، مجموعه النقط البيضاء الموجوده في السن. الانسايزل اوباليسنس، مجموع حته الانسايزل بارت هذه. التوث كاركترستكس، اي شيء موجود في السن من كاركترستكس او كراكس او غيرها. كل هذه الدايمنشنز اذا عملناها مع اللايت ريفليكشن اللي هو انعكاس الضوء على السن، يعطينا الاكتوال او الرايت كولر. ما تقلق، نبدا نتكلم فيها، نبدا نتكلم واحده واحده. اول شيء اللي هو الهيو. ايه هو الهيو؟ تعريف الهيو ذا كولر، اللون، هو اللون نفسه، الاحمر الاصفر الاخضر، هو هذا اسمه الهيو، او بيسموه البيسك كولر اوف ذا توث، اللون الاساسي للسن. الهيو دايما بنحط له رموز الاي او البي او السي او الدي، ده اللي احنا دايما ايه بنستخدمه في اي شيد جايد. هتلاقي دايما الاي او البي او السي او الدي. في المحاضره ديت هدفنا ان احنا نسهل ونعطي الاسرار مره واحده على طول، مش لسه هنقعد نخلي الشخص يختار ويجرب، لا احنا نعطي من الاخر على طول. اول حاجه السي والدي ار نوت اني مور يوزد، ما عادوش مستعملين ابدا. ليش؟ لان اكتشفوا ان السي والدي هم نفسهم الاي او البي، لكن لوور فاليوز، يعني درجة غمقان أكثر، داكنة أكثر. فطالما أنت بهذه المرحلة أنت كده كده هتحدد الفاليو لوحدها بطريقة لوحدها، يبقى أنت مش محتاج الفاليو في شيء الحين. يبقى أنت كل اللي محتاجه في الهيو أنك أنت تاخد الـ A أو الـ B فقط. يبقى الـ C أو الـ D are not anymore used. ده كلامك يا دكتور محمد؟ لا ده مش كلامي، ده كلام لورينزو فانيني، ده كلام ياماموتو، كلام كبار الناس اللي بيتكلموا عن اختيار اللون. فالـ C أو الـ D are not anymore used. يبقى سهلت لك اول خطوه في الهيو، انك ان عندك A او B، يبقى ما تشتريش كومبوزيت، ما تشتريش سيراميكس، ما تشتريش حاجه غير A او B. واو، يعني 50% كده من المشكله اتحلت. طيب تعال نشوف ايه موضوع الهيو الاول. الهيو نوعين، اول نوع اللي هو الA جروب. الA جروب دوت ده بيكون اورنج ريد براونش، اورنج ريد براونش. الغالب عليه دايما الريدش، اللون الاحمر غالبا عليه هو اورنج ريد براونش، يعني موجود البرتقالي مع البني مع الـ مع الـ مع الريد، لكن غالبا بيكون اللون الريد هو الغالب عليه. وجروب بي بتكون دايما اليلوش جرين. اليلوش جرين يعني اللون الـ او يلوش جرين اورنج او يلوش جرين، والغالب عليها هو اللون اليلوش. يعني بمعنى اصح احنا بنختار، خلينا نسهلها، بين سنة ريدش وبين سنة يلوش، بين سنة حمراء او فيها احمرار، وبين سنة صفراء او فيها اصفرار. هو ده الفرق بين جروب A وجروب B. هذول هم الأربعة هيو الموجودين، ممكن تشوفوا كده، شايفين كده اللون الـ A الأحمر الـ A مقصدين هوت، وشايفين اللون الأصفر الـ B، والـ C والـ D هم نفسهم لكن درجات مختلفة منهم. الـ A جروب ماشي، أو زي ما قلنا إن هي إيه اليلوش الريدش أورنج براونش. أول حاجة هنعملها وهنسهلها في الـ A جروب، هنقول حاجة يعني تسهل 80% أو 90% من اختيار الهيو. إيه هي؟ 80% of the hues are included in the patients. يعني most of the patients معظم الناس عندهم الهيو بيكون A. 80% إلى 85% من الناس عندهم group A. واو، يعني معنى كده لما أجي أفكر دايما وأنا بختار، أختار أغلب الظن هيكون A. يبقى لما أجي أشتري composite وانا معيش فلوس اشتري A و B، يبقى اغلب الوقت اشتري A، A1 A2 A3 A4 او A3.5 etc. يبقى اغلب الوقت I think of A group 80 الى 85%، و15% فقط من
الناس الى 18% عندهم البي جروب. البي جروب زي ما انتم شايفين يلوش جرين، انا هوت بتشبهه بهذه الايه، هذه الصوره كده، شايفين الصوره هذه يلوش جرين. طيب يعني انا اغلب الظن اقدر استخدم ايه، استخدم ال A و B. طيب في حاجه اكتر من كده، في سر نقدر نسهل بيه اكتر من كده في الهيو؟ ايوه فيه. ايه هو؟ ال A group can solve the problem of B group. يعني لو انا عندي فقط A ما عنديش B، ممكن احل بيها المشكله بتاعه ال B. يعني ممكن ازود شويه في الفاليو، اغير شويه في الانامل، واقدر استعمل ال A فقط. لكن ال B cannot solve the problem of A. لو انا عندي B والسنه بتاعت المريض كانت A، ما اقدرش ان انا احل هذه المشكله بان انا احط A. الله، يعني معنى كده ان انا ممكن اجيب A بس؟ ايوه، اذا حلت لك المشكله بتاعت الهيو. تقدر تقول بشكل بسيط جدا هيو از A. هذه اول واحده اتحلت، الهيو از A. يبقى لما تيجي تحلل الكلر وتيجي تجيب الكومبوزيت هتجيب A، ما تجيبش B. لدرجه ان مثلا الكومبوزيتس اللي نازله زي مثلا اليونيفرسال كومبوزيت او زي انامل اتش اف او، اي كومبوزيت نازل زي دكتور لورينزو نفسه منزل الدنتين كله، الدنتين ما فيهوش بي، كله A، كله A، A1 و A2 و A3، ما عندوش اصلا بي، الكيت بتاعته ما فيهاش بي اصلا. فيبقى هذه اول مشكله اتحلت اللي هي مشكله الهيو، يبقى هيو از اولويز A. الحمد لله. تمام، دلوقتي احنا بنبدا دايما بنجيب تو تابس، تو شيت تابس، واحد من جروب A وواحد من جروب B. نحط واحد على يمين السن واحد على يسار السن، ونشوف السن اقرب للA ولا اقرب للB. يعني بمعنى اصح نشوف السن مور ريدش ولا مور يلوش. طب مش عارفين، يبقى خلينا في الA، يبقى الهيو از اولويز A. تمام. تاني حاجه اللي هي الكروما. ايه هي الكروما؟ الكروما it is the saturation of hue، او درجه تشبع اللون. كيف نشرحها بشكل مبسط؟ واحد لابس تيشيرت لونه احمر، والتاني لابس تيشيرت لونه احمر، والتالت لابس تيشيرت لونه احمر، لكن الاحمر ده غير الاحمر ده غير الاحمر ده، هذا احمر بسيط، ده احمر نص نص، ده احمر زايد قوي قوي. هذه هي بيسموه الهيو. او عندنا كوب من الماء حطينا فيه قطره من اللون الاحمر، شوف كيف راح يكون لون الايه، لون الماء. حطينا فيه 10 قطرات من اللون الاحمر، شوف كيف راح يكون لون الماء. حطينا فيه 20 قطره من اللون الاحمر، كيف راح يكون لون الماء. هذه هي بيسموها الكروما او الساتوريشن اوف هيو. طيب الكروما بيترمز ليها بالارقام 1 2 3 4. يبقى اذا كان عندنا الهيو اللي هو اللون A اللي احنا قلنا عليه دايما A، يبقى لما نشوف A1 يعني A بس الكروما 1، و A2 يعني الهيو A والكروما 2، و A3 يعني الهيو A والكروما 3 او درجه تشبع اللون 3. يعني تشبع اللون بتاع A3 اكتر من تشبع اللون بتاع A1 الكروما. طيب الكروما كيف نقدر نحدد الكروما؟ في بس معلومات بتتقال دايما في كل الكليات وفي كل الحاجات، لكن مش هذه المهمه، لكن هنقولها ان الكروما دايما بتكون موجوده اكتر في الجنجيفال ثيرد، علشان خاطر ليس انامل، مفيش انامل في المنطقه ديت، فبيكون اكتر الكروما في المنطقه هذه. ودايما بيكون الكناين هو عنده الهايست كروما اوف ذا دنتال ارش، عشان هو واخد الكيرفيتشر بتاعه الدنتال ارش، والثيكنس بتاع الدنتين فيه كمان بيكون اعلى، فالكناين دايما بيكون فيه الهايست كروما. طب احنا عايزين حاجه سهله، احنا اتفقنا ان احنا نتكلم النهارده نختزل الاسرار اللي تختزل الموضوع هذا. كيف نقدر نحدد الكروما بشكل اسهل؟ المفروض الطبيعي ان احنا نقعد نمسك الشيد تاب ونقعد نشوف احنا عرفنا ان ده ايه، يبقى A1 ولا A2 ولا A3 ولا A3.5. طب في طريقه اسهل؟ ايوه في طريقه اسهل. منين؟ من الايدج اوف ذا بيشنت، عمر المريض. غالبا عمر المريض اذا كان المريض صغير في السن غالبا بتكون الكروما موجودة A1 أو A2. إذا كان المريض في الميدل ايج أو متوسط العمر غالبا بتكون الكروما A2 A3. إذا كان المريض كبير في العمر elderly patient غالبا بتكون الكروما A3.5 و A4. يبقى الـ age of the patient هنا مهم جدا. هل ده ينطبق على كل الأسنان؟ لا، ما ينطبقش على كل الأسنان، لكن هذه قاعدة إذا قلناها وإذا عملناها من دلوقتي هتسهل لنا كتير جدا جدا، لأن طب الأسنان زيه زي الطب البشري، بنعمل فيه بالإحصائيات. أنت عندك في الطب البشري لو جالك واحد وقال لك مثلا إيه، أنا عندي مثلا انتفاخ في البطن، أكيد مش أول شيء هتفكر فيه إن هو يكون عنده لاكتوز انتولرنس مثلا، يعني حساسية من اللاكتوز، لأن نسبة اللاكتوز انتولرنس 5 في الألف. فالإحصائيات بتعمل شيء من تسهيل الإيه التشخيص.
فالage of the patient بيحدد الكروما. young patient A1 A2, middle age patient A2 A3, old patients A3.5 A4. تمام. هذه هي اللي أنا قلتها دلوقتي في الكروما. طيب. general rules in selection of tooth chroma. في حاجة مهمة جدا إن هو rule هنستخدمها في الكروما. طيب. إيه هي في الكروما نستخدمها؟ الكروما الأول قبل ما أقول الرول بتاعتها. شو فائدة الكروما؟ أنت ليش عمال تقول لي كروما وتقول لي هيو وتقول لي دندين؟ هتفيدني في إيه أنا في الريستوريشن؟ الكروما اللي هتختارها معناها which dentine composite you will use، أي نوع من الدنتين هستخدمه. يبقى أنت عندك الحين دلوقتي الكيت اللي أنت جايبها فيها إنامل وفيها دنتين. الكروما اللي هتحددها اللي أنت حددتها من الأيج أوف ذا بيشنت وتأكدت منها، هذه الكروما معناها which dentine you will use. طيب أنا لقيت الكروما بتاعت المريض مثلا A3، يبقى أجيب كده دنتين A3 وأحطه؟ لا، في رول. إيه هي الرول؟ الديب كافيتي الشيد اللي هو دنتين يعني بلس 2 شيدز داركر. لو عندنا ديب كافيتي هنحط الشيد بلس 2 شيدز داركر. الميدل كافيتي او المودريت كافيتي الشيد بلس 1 شيد داركر، يعني هنحط 2 دنتين. السوبرفيشال كافيتي البيسك شيد اونلي، يعني 1 دنتين اونلي. في كل الاحوال الثلاثه اللي ذكرتهم بعد ما نحطهم هنسيب مسافه للايه، للانامل في الاخر. يبقى في الديب كافيتي هنحط الشيد بلس 2 shades darker، يعني لو عندنا مثلا الكافيتي ديب قوي وعندنا لقينا ان الكروما كانت مثلا A2، يبقى في هذه الحالة هنحط A2 A3 A3.5. الديبست لاير العميقة هتكون هي الـ A3.5، وبعدين الميدل لاير هتكون A3، واخر لاير اللي هي قبل الانامل هتكون A2. لو عندنا احنا قلنا الكروما A2 مثلا وعندنا moderate cavity، يبقى نحط A2 A3 فقط، الديبست A3 والسوبرفيشال A2، ونسيب مسافة للإنامل. لو عندنا الكافيتي سوبرفيشال فهذه الحالة هنحط فقط البيسك دنتين شيد، هنحط الـ A1 layer of A2 دنتين وبعدين نحط عليها الـ A الإنامل بتاعنا. هذا هو مثال للديب كافيتي والـ moderate cavity والsuperficial cavity small cavity shade plus 2 shades darker. وخلي بالكو لما بتحطوهم مش بتحطوهم بس ورا بعض، بتحطوهم ورا بعض وبميل، بميل من الـ من الـ من السيرفايكل الى الانسايزل، يعني تكون اللاير في ظهر اللاير وفي نفس الوقت تكون نازله ناحيه الانسايزل كمان، عشان خاطر يبقى في تدريج من الناحيه من الباكولينجوال وتدريج من السيرفايكو انسايزل، يعني تدريج بالسمك وتدريج ايضا من السيرفايكل الى الايه، الى الانسايزر. اتفقنا؟ هذه القاعده مهمه جدا. يبقى سريعا جدا كده هوت نتكلم، نراجع بس بسيط جدا. اول حاجه قلناها هنختار الهيو. الهيو قلنا معظمه هيكون A، يبقى اول مشكله الهيو اتحلت الحمد لله. ثاني مشكله هي مشكله الكروما. قلنا الكروما بتتجاب منين؟ اغلب الظن بتتجاب من الايج اوف ذا بيشنت. اليونج بيشنت بتكون A1 A2 الى اخر ايه، الى اخر ما قلناه. طيب اخترنا الكروما، هتفيدنا بايه الكروما؟ هتحدد نوع الدنتين كومبوزيت اللي احنا هنستخدمه. طيب هنمسك الدنتين ونحطه كده في الكافيتي على طول؟ لا، هنعمله بقاعده. ايه هي القاعده؟ الديب كافيتي شيد بلس 2 شيد داركر، الميديوم كافيتي شيد بلس 1 شيد داركر، السمول كافيتي اونلي سنجل شيد، وفي كلا الاحوال تسيب مسافه للانامل كومبوزيت في الاخر تحطه. تمام. نيجي للي بعديه اللي هي الفاليو. الفاليو تعرفها ايه؟ اللي هي degree of lightness or darkness of the tooth، درجة ال شو بيسموها بال، معلش عذروني في اللغة، lightness يعني درجة البياض أو البريق بتاع السن، ودرجة السن قد إيه داكن، يعني إما يبرق أو داكن، اللي هي lightness أو darkness of the restoration، أو degree of blackness or whiteness قد إيه هو أبيض أو أسود السن. It is the most important color parameter. عايز أقول لك إن الفاليو هذه هي أهم مليون مرة من أي واحد من اللي ذكرناه. لو أنت عندك ميست كروما مش مشكلة، لو عندك ميست هيو شوية مش مشكلة، لكن لو في ميست فاليو مشكلة كبيرة جدا. طب نفهمها إزاي الفاليو ديت؟ الأول إذا بصيت لهذه السنة هنا هوت، هتلاقي السنة دي هذه A4 وهذه A4 وهذه A4. AAA معناها إيه؟ معناها نفس الهيو. 444 معناها نفس الايه، نفس الكروما. الله، امال ليش ده غامق وليه ده متوسط وليه ده فاتح؟ يبقى اكيد في حاجه تانية غير الهيو والكروما، اللي هي الفاليو. الفاليو ده ايه اللي اختلف هنا هوت؟ الانامل.
يبقى الفاليو بيفيدنا ان احنا نحدد الانامل نختار ويتش انامل كومبوزيت هنستعمله، اما الكروما ويتش دنتين كومبوزيت هنستعمله. زمان كانوا بيقولوا لنا في الكليه عشان تحدد الفاليو لازم انك انت تضم عينيك شويه تخليها سكوينتد ايز وتشوف السنه بتنور او لا. طبعا الكلام ده كلام جميل لكن تغير الان واصبح في اشياء اسهل. الانواع الفاليوز اللي عندنا في الاسنان هتهمنا ثلاث انواع بس، برغم ان الفاليو دوت سكيل كبير حاجه كبيره جدا، لكن في الاسنان مش عايزك تهتم غير بثلاث انواع فقط من الفاليوز: هاي فاليو بيضه قوي، ميديوم فاليو متوسطه قوي شويه، ولو فاليو داكنه اسنان داكنه فقط. مش عايز غير كده تهتم بيه في الاسنان فقط، ده اللي يهمنا. طيب ايه اسهل طرق ان احنا نحدد الفاليو؟ قبل ما نروح لطرق الفاليو ده مثال هديكوا ليه هنا اهوت. السنه هذه السنه الرئيسيه A3.5 والسنه المتعوضه هنا اهوت تقريبا A3 او A2.5. امال ليش اللون مختلف تماما؟ يعني نقدر نقول نص درجه فقط في الكروما. امال ايه المشكله هنا اهوت؟ المشكله في الفاليو. الانامل اللي استخدمه المعمل في هذه السن كان انامل هاي فاليو فغير الشكل، عشان كده ده حبيت اوريكم المثال ازاي المست فاليو بيغير تماما شكل الريستوريشن بتاعك. فتركز على الفاليو من اهم ايه، من اهم الاشياء. الفاليو زي ما قلنا بيحدد لك نوع الانامل كومبوزيت اللي هتقل ايه هتستخدمه. طيب شو يعني نوع الانامل كومبوزيت اللي هنستخدمه ازاي؟ يعني الانامل كان بينزل زمان انواع، كان بينزل الانامل في ناس عندهم بينزل الانامل بثري فاليوز زي ما احنا قلنا عليهم، زي مثلا دكتور لورينزو كان بينزل حاجه اسمها جينيريك انامل زمان ودلوقتي غيروا اليونيفرسال انامل، بقى ينزل حاجه اسمها جينيريك انامل 1 اللي هو اللو فاليو، وبعدين جينيريك انامل 2 اللي هو الميديوم فاليو، وبعدين جينيريك انامل 3 الهاي فاليو. المهم بينزل ثلاث امبولات من الكومبوزيت كل واحده فيهم بديفرنت فاليو. فاذا انت لقيت ان الفاليو عندك هاي فاليو يبقى هتستخدم هاي فاليو انامل. اذا انت لقيت عندك ان الفاليو ميديوم فاليو هتجيب مثلا تستخدم جينيريك انامل 2 او دلوقتي يونيفرسال انامل 2. في شركات تانية زي شركة 3M والكلام دوت ما بينزلش الانامل بشكل جينيريك انامل 1 ولا 2 ولا 3، بيعمل ايه؟ بيسميه بنفس ارقام الكروما. يعني هتلاقي 3M عندهم مثلا ايه؟ A1 انامل، A2 انامل، A3 انامل، A مش عارف كام انامل. طب هنعملها ازاي؟ هنتفق بينا على ان ال A3 انامل هو الميديوم فاليو وال A1 انامل هو الهاي فاليو وال A3.5 انامل هو اللو فاليو. يبقى انت كده عملت السيستم الخاص بيك اللي هو تقريبا ايكوال للامبولات اللي كانت بتيجي من الكومبوزيت او السرنجات الكومبوزيت اللي كانت بتيجي بشكل واضح فيها الفاليو. يبقى A3 انامل هو الميديوم فاليو. يبقى اذا انت اخترت الكروما وحددت الدنتين وخلصت الدنتين وجي دورك انك تختار الانامل دلوقتي، هتختار لقيت السنه فاتحه قوي يبقى هتجيب A1 انامل، لقيت السنه متوسطه يبقى هتجيب A3 انامل، لقيت السنه غامقه يبقى هتحط A3.5 انامل. تمام. طيب لغايه الحين ما قلناش كيف هنختار الفاليو. احنا قلنا طريقه زمان الكليه، في طريقه احسن؟ ايوه. ايه هو؟ ندخل على طول على السر على طول. ايه هو؟ اختيار الفاليو دايما بيكون برضو من الايج اوف ذا بيشنت. يبقى شفت عمر المريض قد ايه مهم بالنسبه لك؟ يعني ده واحد اتصل بيك بالتليفون وقال لك انا عندي 30 سنه، تقدر تحدد من التليفون بشكل تقريبي ممكن يكون لون اسنانه ايه. شوف تخيل العمر قد ايه ازاي. اليونج بيشنت الصغير غالبا بيكون عنده هاي فاليو، الميدل ايج بيشنت غالبا بيكون عنده ميديوم فاليو، الاولد بيشنت غالبا بيكون عنده لو فاليو. ليش؟ سهله جدا، علشان خاطر الانامل بيقل. لما يكون الثيكنس بتاع الانامل عالي في اليونج بيشنتس بيكون هاي فاليو ابيض. واحد عنده 13 14 18 سنه بتحصل دايما عنده اسنانه فيها ايه، فيها بيضه قوي، دي اللي هي الهاي فاليو. ميدل ايج ميديوم فاليو، اولد ايج لوور فاليو. في حاجه هنا اسمها الانامل ريفراكتيف اندكس. الانامل هذا لما بيجي يعمل ريفليكشن لللايت الريفراكتيف اندكس بتاعته بتكون ايه 1.62. طب ليش انا ذكرت هذه المعلومه؟ عشان معظم الانامل الموجود في السوق موجود الانامل 1.5. طب ايه المشكله؟ الريفراكتيف اندكس بتاعه الجلاس الزجاج 1.52. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان اغلب الانامل كومبوزيت الموجود في السوق اقرب الى الزجاج منه الى الانامل. شوف تخيل،
تخيل اللي تستخدمه أقرب إلى زجاج منه إلى الإنامل، وده خطأ. عشان كده دايما لما تيجي تدور على إنامل موجود في السوق حاول تقرأ الريفراكتيف إندكس بتاعته بحيث يكون قريب من إيه، من هذا الرقم اللي هو 1.62، عشان يديك ريفريكشن طبيعي للضوء كأنه نفس الإنامل. تمام؟ يبقى خلي بالك من الماتيريالز. طبعا مش هذكر اسامي الماتيريالز الموجود فيها الانامل ريفراكتيف اندكس 162 علشان خاطر اتفقنا ان هذه المحاضره غير تجاريه ومش هحب اذكر فيها اسامي اي مواد، واذا احتاج اي احد لاسئله خاصه يسالني بعدين، لكن الحين المحاضره فقط بشكل عام للعلم. تمام، يبقى اتفقنا ان اليانج بيشنت عنده هاي فاليو، الادلت او الميديم بيشنت عنده ميديم فاليو، الالدري بيشنت عنده لو فاليو. طيب تمام، في طريقه اسهل، في طريقة أسهل من كده كمان. إيه هي بقى؟ سهلة جدا، خد صورة بلاك اند وايت، أبيض وأسود. الصورة ما بتكذبش، الصورة هتديك يا أبيض يا أسود يا جري بس. الصورة هتلغي لك كل شيء تاني من اللي علاقة بالهيو واللي علاقة بالكروما. أنت وأنت بتختار الفاليو مش عايز تتفرج على اللون، you don't want to know هي كروما اللي هي A3 ولا A2 ولا إيه، ومش عايز تتفرج على الهيو. بالعكس ده ممكن يخربطك أكتر، يلخبطك. يبقى انت كل اللي انت عايزه عايز تتفرج على السنه، بمعنى اصح عايز تسال نفسك سؤال واضح، السنه بيضه ولا السنه غامقه ولا السنه متوسطه، بس هذا هو الفاليو. تعملها ازاي؟ خد بلاك اند وايت بيكتشر، يا اما تاخد صوره عاديه وتغير هذه الصوره الى بلاك اند وايت بس بالتليفون عندك. ليش البلاك اند وايت بيكتشر؟ هتديك حاجه من دول. لو لقيت السنه طلع لك في هذه المنطقه يبقى السنه ايه؟ هاي فاليو. لو لقيت ان طلع لك في المنطقه اللي في الوسط هذه تبقى ميديم فاليو، لو طلع لك هنا تبقى ايه؟ لو فاليو. طبعا صعب تلاقي السنه السوداء ديت، لكن ايه، لكن هذه هي المناطق. فسهل جدا جدا تحدد الفاليو بالبلاك اند وايت ايه بيكتشر. حتى الشيد جايد نفسه لو بصيت عليه وعملت له، انا اخذت الصوره دي من الانترنت وحولتها الى ابيض واسود، هتلاقي شوف في اختلاف. شوف هذه غامقه ازاي، نفس الصوره اللي شفناها في الصوره اللي فاتت، ودي فاتحه ازاي. يبقى اللون بتاع او الفاليو عامه ممكن ان احنا نختاره من الايج اوف ذا بيشنت، بس افضل طريقه نختار بها الفاليو هي بلاك اند وايت بيكتشر عشان نشوف السنه يا اما وايت يا اما ميديوم يا اما دارك. تمام، خلصنا من اول حاجه اللي هي الهيو، وخلصنا من ثاني حاجه اللي هي الكروما، وخلصنا من ثالث حاجه اللي هي الفاليو. دلوقتي هناخد حاجه اسمها الانتنسيتيز او بيسموها الانتنسيفز كمان نفس الاسم. هي عباره عن مناطق بيضه موجوده في الاسنان. المناطق البيضاء ديت عباره عن مناطق ريبريزنتس هايبومينرايزيشن في المنطقه هذه، بتكون وايت دوت ستينز موجوده. شو اهميتها؟ اهميتها انك انت اذا ما عوضتش الانتنسيتيز ديت في نفس السن، السنه هتطلع فلات، تطلع سنه مش طبيعيه، تطلع سنه صناعيه، هتطلع عامله زي الجدار زي الحيطه. فلازم انك انت تهتم بتفاصيل الانتنسيتيز ديت علشان تديك الشكل ايه الطبيعي ليها. لو بصيتوا هنا هتلاقوا جوه السن في اوريدي اللون الابيض، دي اللي سموها الانامل انتنسيفز وايت، او هنا موجوده بشكل ابيض. طيب دي طبعا صوره مبالغ فيها، انا جبتها فقط للتوضيح، لكن اغلب الاسنان ما بتكونش بهذا الشكل، لكن هي دي الانامل وايت. تمام، دي انا مثلا فينيرز كنت عاملها في 2006، وكانت المريضه من الشارقه وكان عندها هايبر فلوروزس، وكانت فيها عندها انامل وايتس كتيره قوي. حتى في الفينيرز اللي ممكن طبعا زمان كان سمكها اعلى من كده، دي تقريبا من 0.5 ل 0.7، الحين دلوقتي بنعمل اقل من كده، لكن حتى في الفينيرز حطيت الانامل وايتس ما سبتهاش. مش معنى ان هي فينيرز وان الثيكنس رفيع انك ما تعملش الانامل وايتس، يو هاف تو ميك ات ان ا بروبر واي. الانامل وايتس ممكن تلاقيها باي صوره، ممكن تلاقيها زي خطوط، ممكن تلاقيها بشكل نقط، ممكن تلاقيها بشكل اشياء موجوده في الانسايزر ايدج. دكتور لورينزو فانيني عمل حاجة حاول ان هو يسهل لينا ان احنا نعرف انواع الانامل وايتس الموجودة، فقسمهم لتايبس. هقول لكم التايبس ديت وهقول لكم رأيي في الاخر. عمل نوع ده من التايب مثلا زي تايب 1 اللي هي بتلاقيها موجودة عند الانسايزر ايدج، شايفينها بهذا الشكل. او تايب 2 بيسموها الكلاودز، على شكل سحب موجودة في السن كله بس على شكل سحب. او تايب 3 او بيسموها سنو فليكس، هذه بتكون ماليه السنه كلها زي كده ايه، فليكس اوف سنو من الثلج. او تايب 4 بتكون هوريزونتال، عباره عن مفصوله يعني خطوط مفصوله عن بعضها هذه. طيب السؤال دلوقتي، هل انا محتاج احفظ الكلام هذا؟ الاجابه لا. امال اعمل ايه؟ ميميك ذا كونترا لاترال توث،
بص للسنة اللي جنبها وشوف الانامل وايت فيها فين واعمل زيها. هذه أسهل طريقة. يبقى أنت حددت الهيو، حددت الكروما، حددت الفاليو، هتيجي تحدد الانتنسيتيز. يا إما أنك تكون حافظ وتقول دي تايب 1 دي تايب 2 دي تايب 3 وتغمض وتحط، يا إما أنك أنت تكون كرياتيف تبص للسنة اللي جنبها وتشوف فين الانامل وايتس الموجودة فيها وتعوضها في الايه، في السنترال اللي انت بتعمله او الريستوريشن اللي انت بتعمله. طيب يبقى سلكشن الانامل وايت، في اي سيكريت في الانامل وايت برضو؟ ايوه فيه. ايه هو السيكريت فيه؟ معظم البيشنتس اليونج بيشنتس بيكون عندهم ميلكي انامل وايتس، يعني الانامل وايتس بتاعتهم بيكون زي الطباشير كده، بيكون زي اللبن لونه وايت قوي. والادلت والالدري بيشنتس بيكون اوبيكر وايتس. فبمعنى اصح بشكل اسهل ان بيكون الانامل وايتس ديت فاتحه قوي في الصغيرين وبتكون بدرجه اقل من اللون الفاتح دوت في الايه، في الكبار. الانامل وايتس ديت بنعوضها بايه؟ بيجي الكومبوزيت جاهز، زي برضو عند دكتور لورينزو، برضو كان عنده الكومبوزيت جاهز جدا، كان عنده انامل وايتس بيسموها الاي ام اللي هي الانتنسيف ملكي، والاي دبليو اللي هي الانتنسيف وايت. اي شركه عندها الانامل وايتس ديت استخدم منها الانامل وايتس وحطها في مكانها. طب الانامل وايتس ديت بتتحط فين؟ بتتحط في الدنتين كومبوزيت قبل ما تحط الانامل. يبقى الانامل وايتس ديت مش بتتحط على الانامل، بعد ما خلصت اللايرنج بتاعك في الدنتين هتحط الانامل وايتس وبعدين تحط الايه، الانامل بتاعك اللي في الاخر. تمام تمام. نيجي للحاجه اللي بعديها اللي هي اسمها الاوباليسنس. الاوباليسنس ديت بالعربي مش عارف، لكن هي الحته الموجوده او الجزء الموجود من الانسايزر ايدج، هذا الثيرد الانسايزر الثيرد من الانسايزر ايدج دوت. ده بيكون فيه ترانسلوسنسي وترانسبيرنسي معينه لازم ان احنا نخلي بالنا منها، وهذه في الانتيريور تيث لو ما قدرتش انك انت تعملها يبقى ما تعملش ريستوريشن خالص اصلا، لان هذه هي اللي بتدي الناتشراليزم الطبيعيه بتاعه الايه، بتاعه السن. ولذلك لو خدت بالك ان المعامل اللي بتعمل السنان كويس قوي ما بتعملش الانسايزر ايدج كويس، عمر ما السن بيكون شكله كويس. تمام. الاوباليسنس دوت جه منين او ايه مصدره؟ الانامل بتاع الايه، بتاع السن عنده خاصيه فريده، يونيك كاركترستيك. ايه هي؟ ان هو عنده لايت ريفليكشن وابزوربشن وترانسميشن ترانسميتنس في نفس الوقت. يبقى عنده ان هو بيعكس الضوء وبيمتص الضوء وبيعدي شويه من الضوء في نفس الوقت، ده الانامل. ولذلك لو خدت كروس سكشن في الانامل هنا اهوت، زي ما انت شايف الكروس سكشن في الانامل، هتلاقي فيه شويه بلو اهوت موجود، وشويه وايت موجود اهوت، وشويه امبر، الامبر اللي هو الريد يعني، وشويه امبر موجود. ده ايه موجود في عفوا هنا، شويه امبر هنا، عفوا هنا، يبقى البلو والوايت والامبر موجود، ده كروس سكشن من الانامل. طيب خلينا نقسم الانامل الاوباليسنس، حته الاوباليسنس. الاوباليسنس دي بنقسمها على حاجتين، على الشكل وعلى اللون. على الشكل بتاعها بنقسمها الى ممكن تكون مامالون لايكس، حاجه زي المامالون، وممكن تكون سبليت مامالون، هوريها لكم دلوقتي بس هقراهم فقط، وممكن تكون كومب لايك، ويندو لايك، ستين لايك. طيب نيجي نشوف. مامالون لايك بتكون زي كده، عامله زي المامالون بالظبط، حته شفافه بهذا الشكل او ترانسبيرنت بهذا الشكل. كومب لايك بتكون عامله زي كده، زي النقط كده في هذه المنطقه. ويندو لايك ستريت، ماشيه من اول الانسايزر لغايه اخره ستريت، كلها شفافه، والمفروض انك انت لما تعوضها تعوضها بنفس الطريقه هذه. طيب قبل ما نقسم على الكالر، طب نتكلم على الايه، على اللي احنا قلناها الحين اللي هو الشكل بتاعها. طب الشكل بتاعها ده هل المفروض مني ان انا احفظه؟ يعني هل المفروض مني ان انا احفظ السنه ان هي تكون مامالون، ولا ان هي تكون ويندو، ولا ان هي تكون كومب لايك؟ الاجابه لا. امال اعمل ايه؟ ميميك ذا كونترا لاترال توث، بص للسنه اللي جنبها وشوف الانسايزر ترانسلوسنسي ماشيه ازاي الباترن واعملها زيها. الثاني الحته دي ما تحطش فيها دنتين، او تحط الدنتين بشكل معين بحيث انه يكون يديك الكومب لايك، او الحاجه تخلي مسافات في الانامل تديك الكومب لايك، او تشيل الدنتين خالص عشان في المنطقه هذه عشان تديك ويندو لايك كده يعني. طيب نيجي نقسم الحته هذه اللي هي اللي قلنا عليها اللي هي الاوباليسنس، نقسمها الى من ناحيه الكالر. طب شو انواع الكالر؟ ممكن تكون بلو او جراي او وايت او امبر او كلير. طيب
بلو لو شايف هذه المنطقه كده هتلاقي فيها بلو، شايف البلو هذه، وهتلاقي فيها خط احمر، هذا اللي هو الامبر اللون الاحمر. تمام، دي مثلا هتلاقي اللون بلو هنا هوت، وهتلاقي هنا جراي في هذه المنطقه. هذه هنا هتلاقيها كلير، شايف هنا almost clear يعني transparent تقريبا. طيب يا دكتور انت كده صعبتها عليا دلوقتي، انا اتلخبطت، عرفنا الشيب ان احنا هنميمك الكونترلاترال توث، طب واللون هنعمل ايه؟ احنا اتفقنا نجيب من الاخر. هل في سر؟ في سر. ايه هو السر؟ معظم الناس عندهم بيكونوا ميكس بتوين بلو ان امبر، معظم الناس بيكون عندهم ميكس بتوين البلو ان امبر، الازرق والاحمر. هتلاقي فيه كيتس زي مثلا الكيت مثلا بتاعت الانامل اتش اف او، موجود فيها سرينجل كومبوزيت مكتوب فيها او بي ان اوبالسنت ناتشرال بلو، هذه بيكون ميكس بتوين البلو والامبر. معظم الناس كل ما كبروا في السن شويه كتير احيانا بتلاقي جراي، واحيانا بتلاقي في الفيري فيري اولدري بيشنتس بتلاقي ريد، والريد هذا بسبب اللوس اوف انتربريزماتيك ستراكشر في هذه المنطقه. طيب هذا الكبار قوي في السن، وهذا نادرا جدا، ودي انتم مش محتاجيني فيها، لانك لو شفتوها اوتوماتيكلي هتعرفها. اوتوماتيكلي لو شفت هذا المنطق الريد يبقى هتستخدم الريد كومبوزيت اللي عندك، اللي هو الريد مش الكومبوزيت، الريد افكت الموجود برضو عن طريق سيرنج الكومبوزيت، وتحطها في هذه المنطقه. لكن اغلب السنان اللي بيستخدمها، عايزين نسهل القاعده الى ان ياتي غير ذلك، اغلب السنان هتستخدم ميكس بتوين البلو والامبر اللي هو بيسموه الاوباليسنت ناتشرال بلو. تمام، طيب كيف هنعمل الاوباليسنس ديت؟ كيف هنعملها وكيف هنختارها؟ احنا قلنا اليونج بيشنت عنده بلو انسايزل، وقلنا ان الادلت بيشنت يا اما بلو احيانا بيكون جراي لكن اغلبه بلو، والالدري ممكن يكون عنده شويه امبر في الكلر. بنحطهم فين البلو دولستين؟ بنحطهم بتوين الماميلونز قبل ما نحط الانامل. يبقى لغايه الحين ما جبناش شريط الانامل خالص، لغايه الحين الانتنسيف وايت اللي ذكرناهم حطيناهم فين؟ على الدنتين. والاوباليسنت بلو والريد حطيناهم فين؟ حطيناهم على الانامل بتوين الايه؟ بتوين الدنتين هنا اهوت. تمام؟ زي ما تشوف. تمام، طيب كيف نختار الكلام دوت؟ انت يعني كلام جميل جدا ان احنا نقول نبص على السنه ونشوف الانسايز الهالو ونختاره، لكن خلينا نكون واقعيين، حد بيشوف الانسايز الهالو؟ انا عن نفسي ما بشوفهاش الانسايز الهالو. يعني لما كنا في الكليه زمان كان يقول لك بص 45 ديجري للسنه من فوق هتشوف الانسايزال ترانسبيرنسي. الكلام ده بقاله 20 سنه لغايه دلوقتي ما شفتش اللي هما ايه بيتكلموا عليه. If you want to see الانسايزال الحته هذه اللي هي الهالو بتاع السنه، you have to go through this way. ايه هو؟ تاخد بيكتشر تانكريس الكونتراست وتقلل البرايتنس، تاخد بيكتشر صوره تزود الكونتراست وتقلل البرايتنس. كلنا ممكن نعمل الكلام دوت في التليفون بتاعنا. ده زمان ايام ما كان عندي الايفون 5، الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني بقى عندي 7، لكن ال شو اسمه الايام ما كان الصوره ديت عملتها، خدت الصوره عاديه خالص ورحت عامل فيها ايه؟ عامل فيها تزويد للكونتراست وقللت الايه؟ البرايتنس اللي هو اللي معانا. اي موجوده هنا لو بصيت في اي حته في الموبايل، البرايتنس والكونتراست زودهم. لما تشوف هتلاقي دلوقتي اول حاجه الشيب هيكون واضح بالنسبه لك. اه والله دي ويندو لايك، اه والله دي مامرون لايك، اه والله دي مش عارف ايه لايك كده، يبقى بالشيب. ثاني حاجه هتشوف اللون بتاعها اذا كانت دي بلو ولا اذا كانت دي جري ولا اذا كانت دي ايه كلير. بس اللون سهل ممكن تشوفه بالدايركت فيجن، لكن الشيب بتاع الانسايزل هالو هو اللي صعب جدا انك تشوفه بالدايركت فيجن، فعشان كده هوت ايه هتاخده. تمام، دي الصوره اللي انا قلبتها، ودي صوره تانية متاخده من الانترنت عشان اكون ايه مش ملخبط. تمام، خلصنا كل الكلام دوت اللي هو الايه اللي هو الهيو، واخترنا الكلر وقلنا ان الهيو بيكون دايما ايه. خلصنا الكروما اللي هي بتكون بنجيبها من الايج اوف ذا بيشنت، وبعد ما جبناها من الايج اوف ذا بيشنت بتفيدنا بايه؟ ان احنا بنحدد النوع الدنتين اللي هنستخدمه، وبعدين لما نحط الدنتين اتفقنا هنحطه على حسب الدبث اوف ذا كافيتي، وبعدين اخترنا بعديها الفاليو وقلنا ان الفاليو ديت هتحدد لنا ويتش انامل كومبوزيت وي ويل يوز، وقلنا ان في طريقتين نختار بيهم الفاليو، يا اما من الايج اوف ذا بيشنت يا اما من الوايت اند بلاك بيكتشر،
وبعد ما خلصنا دوت اخترنا الانتنسيف وايتس اللي هي النقط البيضاء اللي هنحطها وقلنا هنحطها ازاي، هنميمك الكونترالاترال توث. وبعد كده هوت اخترنا الانسايزر الهالو حته الانسايزر الايدج وقلنا هنبص لها من ناحيتين، من ناحيه الشيب ومن ناحيه اللون، وسهلنا الموضوع. الشيب اعمل زي السنه اللي جنبها، واللون خليك في الازرق والاحمر دايما اللي هو الايه البلو والامبر. هيتفضل لنا حاجه اخيره في الاختيار وهي التوث كاركترايزيشن. اي حاجه غير الاشياء اللي ذكرتها بيسموها الكاركترايزيشن، يعني كراك في السنه، انبعاج في السن. انا معلش اذا كانت العربي بتاعي مش مظبوط، لكن دي الايه دي الحاجه الموجوده. هذه برضو لازم تعوضها. ليه؟ لما يجي لك مريض مثلا عنده رايت سنترال بالشكل دوت، انت هتديله اختيار. لو انت عايز ان انا اعمل لك الليفت سنترال ناتشرال تماما، يبقى لازم هعمل لك نفس الكراك دوت، لازم هعمل لك نفس الكاركترستكس اللي شايفها. والله لو انت مش عايز كراك يبقى ام سوري، لازم هغير لك الاثنين، هحط كومبوزيت على الاثنين او هعمل فينيرز على الاثنين. تمام؟ يبقى اذا لو انت عايز تعمل حاجه ناتشرال يو هاف تو ميمك الكونترالاترال توث. ما ينفعش انك انت تقول هعمل دي من غير الكراك، هيطلع مش ناتشرال. تمام. برضو دكتور لورينزو قسم الانواع الكاركترستكس الى بعض الايه الاشياء، زي مثلا الدوتس، زي مثلا الستينز، زي مثلا الكراكس الى اخره. طيب نفس السؤال بيعيد نفسه، هل محتاج احفظ الكلام هذا؟ لا، امال اعمل ايه؟ ميمك ذا كونترالاترال توث، شوف السنه اللي جنبها وشوف فيها اي نوع من الكاركترستكس. والله فيها كراك، فيها نوتش، فيها مش عارف ايه، ميمك ذس وان اولسو. تمام. طيب ازاي هنشوف الكاركترستكس؟ يبقى احنا عرفنا ازاي نشوف الفاليو بالبلاك اند وايت والايج، وعرفنا ازاي نشوف الانسايزال هالو الاريا ازاي، عن طريق بيكتشر نزود فيها الكونتراست ونقلل الايه البرايتنس. طب ازاي هنشوف الكاركترستكس؟ للاسف الشديد الكاركترستكس ما بتتشافش بالعين المجرده بسهوله، الا اذا كانت حاجه واضحه زي كراك او حاجه زي كده. الكاركترستكس يو نيد ا جود كواليتي اوف بيكتشر، لازم تستخدم دي اس ال ار كاميرا كويسه قوي، وتستخدم الريتراكتور بتاعك، تستخدم اللينجوال كونتراستور الى اخره. اذا بصيت مثلا لكاميرا زي ديت فيها توين فلاش، هتستغرب من الاحصائيه، لانك هتلاقي تقريبا اولموست 100% من كل الكاركترستكس اتشافت في الصوره. صوره واحده فقط تقدر تشوف فيها كل الكاركترستكس للسنه. الكراكس متشافه هنا، الترانسليوسنسي متشاف، الاوباسيتي متشافه، كلها متشافه. اقل حاجه هتلاقيها 98% 95%، يعني تقريبا كلها متشافه. دي صوره مثلا متاخده بدي اس ال ار كاميرا، تقدر تشوف هنا الكراكس، تقدر تشوف الزونز اوف ايه اوف ترانسلوسنسي الى اخرها. يبقى اذا اردت انك انت تشوف الكاركترستكس لازم تاخد صوره كويسه بدي اس ال ار كاميرا عشان تشوف اي حاجه فيها كاركترستكس زياده. شايف الكراك دوت؟ كراك دوت موجود، يو هاف تو ميمك ات. تمام. اذا كنت انت انترستد اكتر وعايز تعرف اكتر عن المورفولوجي عن طريق الصوره، ممكن ترجع للارتكل دوت Registration of internal morphological characteristics of the tooth using dental photography. تمام. خلصنا اختيار اللون اللي احنا قلناه ده كله عليه 50%. امال في ايه؟ في حاجه مهمه جدا جدا جدا. كل اللي احنا قلناه في اختيار اللون دوت جميل، لكن ما يدكش النتيجه النهائيه اللي انت عايزها. امال النتيجه بتيجي من ايه؟ ال 50% الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي light reflection، انعكاس الضوء. الضوء لما بيجي على السن بينعكس بشكل معين. تفتكر بينعكس بشكل معين ليه؟ اعتقد كلكم عارفين الاجابه، عشان خاطر الاناتومي، تشريح السن، تركيب السن. لو بصيت هنا هوت هتلاقي الضوء منعكس من هذه المنطقه وهذه المنطقه وهذه المنطقه. لازم تعكس الضوء في نفس الريستوريشن اللي انت بتعمله بنفس الطريقه اللي الضوء منعكس بيها على السن اللي جنبها. اذا عملت هذا الموضوع مع اختيار اللون بالطرق اللي احنا قلناها، يبقى انت كده عملت 100% من اختيار اللون. طيب اذا نظرت مثلا لزي ريت، هتلاقي الضوء، شايف الضوء دوت جاي على الترانزيشنال لاين انجل، وهنا ترانزيشنال لاين انجل، وهنا ترانزيشنال لاين انجل. يبقى لما اجي اعمل ريستوريشن لازم اخلي ترانزيشنال لاين انجل في هذه المنطقه الضوء معكوس منه، يعني بمعنى اصح الاناتومي بتاعي ما اخليش الضوء معكوس من الوسط او من هنا. طب شوف السنه هذه العكس بقى، الضوء هنا معكوس من كل السن تقريبا،
ليه؟ لان مليانه انبعاجات وتضعيجات واشياء اللي هي بيسموها التيرشري اناتومي والسكندري اناتومي، مليانه اشياء. فالضوء يبقى لما تيجي تعكس في هذه في سنه زي كده هوت، وانت بتشتغل في السن اللي جنبها هنا هوت مثلا، يبقى لازم انك انت تعكس الضوء بنفس هذه الطريقه، انك تعمل زياده في التيرشري اناتومي والسكندري اناتومي عشان تعكس الضوء، مش تعملها زي هنا هوت الترانزيشنال لاين انجل. تمام. شوف مثلا هنا هوت الضوء معكوس من هذه المنطقه، من هذه المنطقه، تمام، لازم تعكسه بنفس الشكل دوت. شوف مثلا ريستوريشن زي دوت، لو انت عندك الضوء منعكس بالشكل دوت، فين الخطا هنا هوت؟ المفروض يكون الرايت سنترال يكون برضو الضوء معكوس من هذه المنطقه بالشكل الاوبليك، يعني بمعنى اصح الترانزيشنال لاين انجل هنا هوت مش مظبوطه زي هنا هوت، عشان كده هنا عكسه وهنا مش عكسه بنفس الايه، بنفس الطريقه. تمام. كيف ان احنا نعمل اللايت ريفلكشن مظبوط؟ عن طريق الاناتومي. طب كيف نعمل الاناتومي؟ في طريقه سهله ومبسطه، ولا نقعد كده نرسم كده ونظبط السنه بطريقتنا؟ لا، لازم يكون في رولز نمشي عليه عشان تكون الموضوع ستاندردايزد. ايه هي الطريقه اللي نمشي عليها ديت؟ سهله جدا. عندنا هنقسم الاناتومي الى اربع انواع، البرايمري اناتومي، ماشي، او خليها نقول ثلاثه، 0 و1 هنضمهم في بعض. برايمري اناتومي اللي هو الاوتلاين والترانزيشنال لاين انجلز، وبعدين السكندري اناتومي اللي هو اي خطوط طوليه في السن، والتيرشري اناتومي اللي هو الخطوط العرضيه اللي في السن. تمام، برايمري اناتومي. طب هنبدا ازاي في السن؟ بنفس الترتيب. ازاي يعني؟ اول حاجه لما نيجي حطينا الكومبوزيت فينير بتاعنا ونيجي عايزين نظبطه، نبدا بنفس الترتيب. اول حاجه ما نجيش ننط على طول على السكندري اناتومي ولا التيرشري اناتومي، تبدا اول حاجه بالاوتلاين، شكله يكون اوتلاين، والله ده ترانجلر، والله ده ترابيزويد، والله ده كذا. وبعدين تاني حاجه تدخل على ترانزيشنال لاين انجلز، وبعدين تروح على السكندري اناتومي، وبعدين تروح على التيرشري اناتومي. تمام. نبدا بالبرايمري اناتومي. البرايمري اناتومي قلنا اول حاجه الاوتلاين، يبقى الاوتلاين اشهر ثلاثه عندنا ايه هما؟ الترانجلر والاوفويد والترابيزويد. تمام، ممتاز. يبقى رسمنا السنه في الاول، الشكل الاولاني. تاني حاجه بعديها هنعمل الترانزيشنال لاين انجلز. الترانزيشنال لاين انجلز اسهل طريقه انك تعملها، وانا لغايه دلوقتي بعملها، ومهما كان دكتور كبر ومهما كان دكتور شاطر لازم هتلاقيه بيعمل بالطريقه ديت، لان دي اسهل. هتجيب القلم الرصاص بتاعك، القلم الرصاص، وتحدد اماكن الترانزيشنال لاين انجلز اللي انت عايز تعملها، وبعدين لما تيجي تعمل فينيشنج بالديسك بتاعك هتعمل فينيشنج، لكن ما تلمسش ايه الخط اللي انت عامله دوت، هيبقى عندك الترانزيشنال لاين انجلز بروميننت وايه زي ما انت عملتها بالظبط. تمام. تاني حاجه اللي هي السكندري اناتومي. ايه هو السكندري اناتومي؟ قلنا اي خطوط طوليه في السن. ايه هو اصلا السكندري اناتومي دوت؟ يعني جاي منين اصلا؟ هي عباره عن الايفيدنس اوف ديفلوبمنتال لوبس. انت عارفين ان السنه لما بتيجي تتكون الثري لوبس اللي موجودين دول بيتجمعوا مع بعض، في ايفيدنس ان دول كانوا ثري لوبس. الايفيدنس دوت هو عباره عن الثري لوبس 1 2 3، هو دول المسافه اللي بينهم ديت، دي بيسموها السكندري اناتومي. تمام. لو بصيت هنا هوت، ده طبعا صديقي العزيز محمد عطيه، دي معمولها بالصابون اعتقد. دي مثلا شايفين دي الخطوط الطوليه دي كلها هي ديت الايه؟ السكندري اناتومي. هنا هوت شايفين سكندري اناتومي، دي انا كنت بعملها زمان في في في, في واحد من الكورسات مع دكتور ايطالي، وكنا بنتعلم السكندري اناتومي ازاي نعمله. ودي مثلا مثال للسكندري اناتومي، الخطوط الطوليه. تمام، وهذا مثال اخر ليه. ده لازم يتعمل. كيف بتعمله السكندري اناتومي؟ سهل جدا، بيتعمل عن طريق انك بتمسك التيبرد ستون بتاعتك وبتعمله بعد ما تخلص، يعني بعد ما تحط الانامل وتعمل كيورنج بالبير، بتعمل السكندري اناتومي بتاعك، بترسمه الاول وتعمله. تمام. نيجي بعد كده هو التيرشري اناتومي. ايه هو التيرشري اناتومي؟ اغلبه بيكون خطوط عرضيه. طب ايه هو اصلا دوت؟ ده عباره عن الايفيدنس اوف ديفلوبمنت اوف انكريمنتال لاين اوف ريزيس. انكريمنتال لاين اوف ريزيس ايه هو الموضوع؟ زمان فاكرين في الهيستولوجي لما خدنا كان في انامل فورميشن وبعدين انامل ريست، انامل فورميشن وبعدين انامل ريست. الفتره ما بين الفورميشن والريست كانت بتعمل خطوط اللي هي الايه، الانكريمنتال لاين اوف ريزيس، هذه هي اللي اثرها باين هنا هوت. بمعنى اصح خطوط ايه؟ خطوط عرضيه في السن. ممكن تكون خطوط عرضيه وممكن تكون الخطوط دي عامله زي الشبابيك، يعني عرضيه مع مربعات. في هذه الحاله بنسميها البريكايماتا هنا هوت. المهم هذه الخطوط
بعد ما تعمل الخطوه السابقه اللي هي السكندري اناتومي لازم تعمل التيرشري اناتومي في السنه. طيب التيرشري اناتومي في السنه برضه ده صديقي عملها، اذا بصيت عليها ممكن يتعمل باي بير ات لو سبيد. انا مثلا بعملها احيانا بالتيبرد وذ ريد رينج، وساعات بعملها في الانامل ادجستمنت كيت بالوايت رابر دوت الفليم بدون ما استخدم الكونترا بايدي، بمسك ايدي وامسك البير دوت واعمل له امشي بالعرض على السنه في الانامل قبل ما اعمل لها فينيشنج عشان اكريت الايه الهوريزونتال لاينز دول. تمام، يبقى عملنا الاناتومي بتاع السن انكلودنج البرايمري اناتومي اللي هو الاوت لاين والترانزيشنال لاين انجلز، وبعد كده هو السكندري اناتومي اللي هو الفيرتيكال لاينز، وبعد كده هو التيرشري اناتومي اللي هو الخطوط الطوليه او عفوا العرضيه او البيريكايماتا. تمام، نيجي ناخد مثال عشان نتاكد ان الكل ايه يعني استوعب القصه ديت. ده مثال حاله من حالات فانيني، مريض زي كده مثلا عنده 30 سنه وهتعمل له اسنانه. تعال نفكر خطوه خطوه دلوقتي. اول حاجه، عمره 30 سنه، المريض استفدت منه ايه؟ استفدت منه ان اتوقع ان يكون عنده الكروما هتكون ايه، يا A2 يا A3، صح ولا لا؟ عشان هو ميدل ايج. تمام، واتوقع الفاليو بتاعته هتكون ايه، هتكون ميديم فاليو لان هو ميدل ايج. تمام، والهيو بتاعه هيكون ايه، اولويز ايه، قلنا الهيو دايما ايه. جميل، يبقى احنا معلومات واحنا لسه ما بدأناش. طب تيجي نبص كده للكيس، خدنا بلاك اند وايت بيكتشر عشان نتاكد من ايه، من الفاليو، برغم ان احنا توقعنا ان الايج ان هي ميدل فاليو ميديم فاليو. طب نبص اللون ده، هل ده زي ده؟ لا. طب اللون ده هل ده زي البلاك؟ لا. امال ايه؟ زي هنا تقريبا، صح. يبقى اذا العمليه دوت عنده ميديم فاليو، عنده ميديم فاليو. تمام، يبقى هنستخدم ايه، الانامل بتاعنا يكون ميديم فاليو. يعني ايه؟ يعني لو احنا بنستخدم شركه من الشركات اللي عندها انامل 1 و2 و3 جينيريك انامل 1 2 3 هنستخدم نمبر 2، او لو احنا بنستخدم شركات زي 3M وعندهم A1 A2 A3 A4 هنستخدم A3 لان A3 انامل هو الميديم فاليو بتاعنا. تمام، امال المريض عنده ايه، الكروما هتكون ايه؟ احنا قلنا ان المريض الايج بتاعه ميدل ايج، يعني الكروما بتاعته هتكون غالبا A3، وطالما الكروما بتاعته A3 يبقى نبص لايه، للكافيتي، كافيتي كبيره يبقى الشيد بلس A بلس 2 شيدز داركر، يبقى هنستخدم A3 و A3.5 و A4. تمام، سهل. جينا استخدمنا المريض وخلصنا الكلام ده كله، نيجي المرحله اللي هنحط فيها الانامل وايتس. في المرحله دي خلصنا الانامل وايتس عليها، عملنا الايه، الاوباليسنس بتاعته هنا هوت، ده الاوباليسنس حط او بي ان، لو خدت بالك اوباليسنت بلو ناتشرال يعني ميكس بتوين البلو والريد، معظم السنان ميكس بتوين البلو والريد. وبعدين حطينا الفاينل لاير بتاعنا بتاعه الانامل، وبعدين عملنا الاناتومي ازاي، الاوت لاين فورم الاول، وبعدين الترانزيشنال لاين انجلز مش مرسومه هنا، وبعدين الفيرتيكال لاينز اللي هي السكندري اناتومي، وبعد كده هو التيرشري اناتومي، وبعد كده نعمل البولشنج بتاعنا، وي كان هاف ريزلت زي ديت عاديه جدا جدا من غير اي تعب، فقط مشينا بسيستماتيك 1 2 3 4. تمام، هنيجي نتكلم حاجة بسيطة جدا عشان ما نطولش عليكم، factors affecting shade selection. الشيد سيليكشن بيتأثر ببعض الحاجات زي الديفرنت لايت سورسز، زي الرابر دام، زي الدنتال كيريز، زي الريتينال فاتيج الى اخره. طيب ازاي الرابر دام؟ لما نحط الرابر دام كلنا عارفين ان بعد الرابر دام نحطه ان السنة بتكون افتح. ليه السنة؟ علشان خاطر كلنا عارفين ان الانامل بيتكون من 4% of water، في 4% مية. ال 4% ووتر ديت في منهم 1% 1% بيسموها اللوزلي باوند ووتر، هذه اول ما نحط الرابر دام على طول بتروح فتدينا الشكل الافتح دوت. فدايما السليكشن بتاع الكلر بتاعك دايما بيكون بيفور ابلكيشن اوف ذا رابر دام. تمام، اللايت سورسز، اللايت سورسز عندنا اللايت سورسز بتاعه العياده، وعندنا اللايت سورسز اللي هو بيسموه البولارايزد لايت، وعندنا اكسترا 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 اكسترا. طب يهمنا في ايه الكلام ده كله؟ ما تستخدمش ضوء العياده الاصفر. لو بصيت ان هوت دي حاله بتاعتي 2006 زمان، ايام ما كان ما عنديش كاميرا كويسه وبصور يعني على قدي، فانا حبيت اعمل تجربه، صورت المريض في تو ديفرنت لايت سورسز بعد التركيبات،
ولو بصيت هوت في اليلو لايت هتلاقي ان السنان بتاعته في جروب A، ولو بصيت في الوايت لايت هتلاقي ان السنان بتاعته في جروب B. شفت قد ايه اختلف الهيو كامل من جروب لجروب فقط باختلاف اللايت سورس. عشان كده هوت افضل طريقه انك تطفي الضوء بتاع العياده، انك تشتغل تحت ضوء مش الشمس، بيسموه الاندايركت سان لايت، يعني الشمس موجوده لكن مش دايركت، يعني النهار الطبيعي معنى صح للكلام ده. لو ما نفعش النهار الطبيعي بتاعك يبقى تستخدم البيور لايت، لكن مش البيور وايت. خلي بالك ان كل لايت وليه عيوب. يعني مثلا ايه، الانكاندسنت لايت عنده يلو قوي، الفلورسنت لايت عنده بلو قوي، ماشي. That's why chair light is not recommended. ما يهمنيش دلوقتي انك انت هتحط اي ضوء في العيادة غير انك انت ما تستخدمش الضوء اللي هو الاصفر بتاع العيادة خلاص، وما تستخدمش الدايركت سان لايت الاندايركت سان لايت. دول المعلومتين اللي عايزك تطلع بيهم في اختيار اللون. غير كده اطفي ضوء العيادة والضوء الموجود عندك فيه اختار ويمشي ان شاء الله. الميتاميريزم هي خاصية ان two different objects give same color under different light sources. يعني بمعنى اصح، واحد لابس تيشيرت اسود واحد لابس تيشيرت جراي، والاثنين تحت نفس الضوء ماشي، او تحت different light sources يدورك ايه نفس اللون. يعني بمعنى اصح انك انت عندك different objects والdifferent objects دول ويدولك نفس اللون، هو نفس اللون تحت اختلاف اضواء مختلفه، الوان مختلفه خالص. طب تفرق معانا في ايه؟ تفرق معانا في ايه في الاسنان؟ انك انت لما يكون عندك كراون جاهز، upper central crown جاهز، ما تجيش انك انت تختار الابر ليفت سنترال على نفس الكراون. ما تقولش الله خلاص انا المعمل ده الو بالتليفون وتقول له معلش يا فندم انت عملت الكراون الرايت ده كان لونه ايه، يقول لك ده كان A3. طب الله يخليك اعمل لي واحد تاني A3. لا، ما تختارش نفس اللون على نفس لون الكراون. ليه؟ اختاروا على لون سنه طبيعيه، لان اللون الكراون دوت ممكن يختلف باختلاف اللايت سورسز ويديك الميتاميريك افكت او الميتاميريزم. الليبستيك، لو بصيت هتلاقي الليبستيك بتاع العيان كل واحده فيهم بديفرنت ايه كلر مختلفه. طب تعمل ايه؟ يو هاف تو ريموف الليبستيك بيفور يو تيك ذا شيد اوف ذا بيشنت. الكيريز، ايه اهميه الكيريز؟ واحد يقول لك الكيريز مهم في ايه؟ يعني انا لازم الاول ان انا اعالج المريض وبعدين اختار اللون؟ يس، اكاديميكلي يس. كلنا عارفين احنا مش بنعمل كده كلنا، وكلنا لظروف الوقت واحيانا لظروف استعجال المريض، لكن احنا بنتكلم على الصح از ا ساينس. الكيريز ايه مشكلته؟ لو انت عندك كيريز كتير في السنه زي كده هيديلك ايحاء بان الاسنان عندها لوور فاليو، يعني غامقه. وفي الحقيقه لو بصيت على الاسنان هنهوت هتلاقيها ميديوم فاليو مش لوور فاليو، لكن ده بيخدعك. والعكس، لو عندنا السوس الابيض اللي هو بيسموه الوايت كيريز او بيسموه الديمينرلايزد اريا او بيسموه بالفرنش كاري بلانش، الكيريز دوت الابيض بيديلك ايحاء بان السنان عندها هاير فاليو فاتحه. والحقيقه لو بصيت على السنان هنهوت هتلاقيها ميديوم فاليو مش هاير فاليو. شفت الخدعه فين؟ فلازم الاول ان احنا ايه نشيل كل الكيريز دوت. تمام. tips in using the shade guide. لو انت قررت انك تستخدم الشيد جايد وحبيت انك انت تستخدمه برضو ماشي، مش هقول لك لا، لكن هقول لك ايه الطريقه اللي تستخدمه بيها. الشيد جايد لما بيجي من الكومباني بيكون مترتب على حسب الكروما A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 وهكذا. طب تعمل ايه؟ ترتب الشيد على حسب الفاليو. خد سكرين شوت من الصوره ديت او احفظها او واتيفر او اعمل اي صورها بتليفونك. دي الصوره المترتب فيها الشيد جايد اكوردنج للفاليو، بمعنى اصح من الافتح الى الاغمق. انت مش عايز الكروما في حاجه، انت عايز تعدي الشيد جايد دوت كده على طول وتشوف السنه فاتحه ولا غامقه. ده اذا انك انت ما حبيتش انك انت تمشي بالطريقه السهله اللي قلتها لك اللي هي الايج اوف ذا بيشنت او البلاك اند وايت بيكتشر. تمام. الريتينال فاتيج، ايه الريتينال فاتيج؟ لما تيجي تختار اللون نيفر ايفر جو مور ذان 5 سكندز. هتلاقي في بعض الكتب بيقول لك 15 سكندز. انا شايف ان 15 سكندز دي كتير جدا. الريتنا بتتعب جدا جدا بعد 5 سكندز، فدايما تليمت دايما اختيار اللون بتاعك ل 5 سكندز. بعد 5 سكندز تعمل ايه؟ تبص فين؟ تبص للبلو او براون اوبجكت، وبالذات بلو احسن. يبقى خلي بالك دايما لما تيجي تبص بعد الخمس ثواني ما تكملش، لانك هتلاقي كله بقى قدامك اصفر زي بعضه وكله قدامك ابيض زي بعضه، مش عارف تفرق بينهم. اذا ما جبتش اللون في اول خمس ثواني بص لاي حاجه لونها ازرق او بني، بس ازرق افضل. ليش؟ لان اللون الازرق بي انتنسيفايز ذا بيرسبشن اوف يلو، بيزود احساسك بالصفار مره ثانيه.
يبقى فدايما بص لحاجه زرقاء وبعدين ارجع تاني بص لايه السنه 5 ثواني كمان وهكذا. تمام، ده اللي بيحصل بالظبط. لو بصيت للصوره دي في الاول مش هتلاقي فيه اي حاجه. طبعا انا مش بحاول اسحركم ولا اعمل لكم ماجيك، انا بس بوريكم ايه في الساينس. لو بصيت للسن للصوره ديت اول 5 ثواني مفيش حاجه، بعد ال5 ثواني هتلاقي الصوره بدات ايه تتحرك معاك وتبدا معاك انك انت تشاهد اشياء غريبه. ايه اللي بيحصل؟ الريتينال فاتيج، ان الريتنا الشبكيه بدات ايه يحصل لها تعب. تمام، طيب دايركشن اوف ذا شيت تابس، دي حاجات متاخده من اليوتيوب مش من عندي عشان اعطيهم الكورتسي، لكن حطيتها هنا فور ساينس. الدايركشن اوف ذا شيت تابس، الشيت تاب دايما بيتاخد من المنطقه اللي في الوسط ديت. ليش؟ المنطقه ديت منطقه السيرفايكل بيكون فيها لو كروما قوي، والمنطقه ديت هنهوت اللي بيكون فيها ايه وايت قوي عشان فيها ايه مور انامل. طيب دايما خلي الشيت تاب دايما ان هوريزونتال فيو، ما تحطوش ابدا ان فيرتيكال فيو. ليش؟ لو حطيت اولا لانك انت عايز الحته اللي في الوسط دي فقط هي اللي تختار منها. تمام، لو انت حطيت الشيت تاب بفيرتيكال فيو وكانت حته السيرفايكال مواجهه للسن، حته السيرفايكال دي غامقه فهتعطيك ايحاء بان الشيت تاب اغمق من الايه داركر من الايه من السن، فهتقول لا والله تروح رميه وجايب واحد تاني افتح، مع انك لو بصيت كويس هتلاقي نفس اللون هو هو. تمام، طب اذا عملت العكس، اذا حطيته فيرتيكال بشكل عمودي وخليت حته الانسايزل هي اللي مواجهه للايه للسن، ايه اللي هيحصل؟ هيعطيك ايحاء ان الشيت تاب افتح من الاسنان هذه، هتروح رميه وجايب واحد اغمق، مع انك لو بصيت هنا هتلاقيه هو هو نفس اللون. ممتاز، يبقى دايما خليه دايما هوريزونتال. ولو حطيت الشيت تاب فيرتيكال موازي للسن اللي هتختارها، الشيت تاب هيعمل شادو، هيعمل ظل على السنه، يعطيك ايحاء بان السنه الطبيعيه اغمق من الشيت تاب، فتروح ايه برضو مغيره، مع ان هنا هوت لو بصيت هتلاقيه طبيعي. فاولويز دايما خلي الشيت تاب دايما يكون ان هوريزونتال فيو مش ان فيرتيكال فيو. تمام، تقريبا انا بدات اخلص المحاضره دلوقتي، فكل اللي عايز اقوله لك انك انت حاول انك انت تترين يور ايز، تدرب عينك من دلوقتي على انك انت تختار اللون، مش بس بالصور ولا الاشياء هذه، حاول تبص للون وحاول انك انت تشوفه بعينك وتبدا تفكر دلوقتي في السن، هل هي دلوقتي السنه هذه فاتحه، السنه غامقه، السنه متوسطه، السنه دي مايله للريدش، مايله لليلوش، السنه دي وهكذا. فكر بهذا الشكل في السنه، مش ايه مش فقط سنان لونها يلو ولا ابيض وكده. Never take a shade from a photograph. شوف، عايز تاخد الكاركترستكس من الفوتوغراف ماشي، عايز تاخد الانسايز الهالو اوكي، لكن تاخد اللون كلون كامل من الفوتوغراف لا، لان الفوتوغراف هذه عمرها ما هتديك ابدا نفس الريفليكشن اللايت ريفليكشن بتاع الايه بتاع السنه الطبيعيه، عمرها ما هتديك نفس الترانسبيرنسي والترانسلوسنسي، هذه 2D بيكتشر. فدايما الفوتوغراف هي حاجه اسسمنت تول، لكن ما تغنيش ابدا عن العين المجرده في الاختيار. تمام، هو سيلكتس ذا شيد، مين يختار اللون؟ لو انت نسهل برضو الموضوع عشان الوقت، لو انت هتختار حاجه انت هتعملها بدايركت كومبوزيت انت كدنتست تختارها. لو هتختار فينيرز مثلا او كراونز لاكثر من 3 4 5 ممكن تخلي انت تختارها، وممكن تخلي البيشنت يختار معاك، وممكن تخلي المعمل يختار معاك، عادي جدا. لكن لو هتختار سنجل ابر سنترال انسايزر وهتعمله اندايركت ريستوريشن، لازم المعمل هو اللي يختاره بس، ومش المعمل بس، ما ينفعش المعمل كمان يقول لك مثلا ايه، يقول لك هبعت لك فلان اللي قاعد على الكرسي اللي جنبي يختار اللون. لا، نفس السيراميست، نفس الراجل اللي بيعمل السيراميك، هو هو نفسه اللي هيحط السيراميك، هو اللي يجي ويشوف اللون، لان هو عارف هيحط ده على ده يعطيك هذا. فدايما المعمل التكنيشن اللي هيعمل نفسه هو اللي يجي يختار اللون، او تبعت له المريض عنده في اللاب. تمام، وايت اور ناتشرال، خلي بالك قاعده مهمه جدا جدا، the more white you go the less natural you get. ليه؟ حد عارف ليه؟ سهله جدا جدا جدا، لان احنا قلنا ان من اهم الحاجات في الاسنان اللي هي الانسايزل ايه هالو نظي، وقلنا ان في حاجات تانية زي الانامل وايت وزي غيرها وغيرها. لو زودت وايت قوي في الاسنان كل ده هيروح، صحيح هيديك لون وايت لكن هيبقى عامل زي الجدار زي الحيطه. فدايما لما يجي المريض دايما ويكون عايز اسنان يقول لك وايت قوي، لازم تقول له خلي بالك ان too much white against natural.
انا ممكن اروح معاك لغايه مثلا ايه A1 B1. يعني في ناس طبعا بتكون بروفيشنال قوي ممكن تروح مثلا لبي ال 1 لبي ال 2، بس ده عايز معامل يعني غايه في 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 في, في, في الفن، انه يقدر يعمل لك اللون وايت ويقدر في نفس الوقت يعمل لك الانسايز الهالو والانامل وايتس والى غيرها. لكن بالنسبه لك لما تيجي تشتغل دلوقتي حاول بقدر امكانك دو نوت جو بيوند الاي 1 والبي 1 اخر حاجه علشان ما تضيعش الناتشراليزم بتاعه الايه بتاعه التوث. الكونكلوجن والسمري بتاعتك ان الكالر ديترمينيشن عباره عن مجموعه خطوات جايه 50% منها من الخمس خطوات اللي قلناها اللي هي بيسموهم الفايف كالر دايمنشنز، اللي هي الهيو والكروما والفاليو والانتنسيتيز واللي هي الانامل وايتس والكاركترستكس، و 50% جايه منها من الكالر ريفليكشن اللي هو انعكاس الضوء. وانعكاس الضوء ده جاي منين؟ جاي من الاناتومي، من رسمك للسن اللي هو مقسوم للبرايمري والسكندري والترشري اناتومي. فأتمنى أن يكون المحاضرة دي إن شاء الله عجبتكم، ونتذكر دايما أن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل اللي احنا بنتكلم فيه دوت ده ما يجيش ذرة واحدة فقط من اللي يعني من اللي أعطانا إياها الخالق سبحانه وتعالى. فنتمنى إن شاء الله أن الله يزيدنا وإياكم من علم إن شاء الله، وتكون المحاضرة دي محاضرة نافعة. وأهم حاجة في هذه المحاضرات هي التطبيق. لو خدت المحاضرة وقفلت المحاضرة وما طبقتهاش ولا كأنك عملت حاجة خالص، دايما حاول بأسرع وقت انك انت تطبق الكلام دوت في عيادتك وفي شغلك عشان يثبت وعشان خاطر يظهر لك ايه الأخطاء الموجودة وايه الحاجات اللي محتاج انك تحسنها. وشكرا مرة أخرى للدكتور مازن الدماني على دعوته ليا، ونتمنى إن شاء الله أن يكون المحاضرة أعجبتكم وتكون خالصة لوجه الله تعالى، لا نريد إيه جزاء ولا شكورة. فشكرا لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.